السلام عليكم اصدقائي، كيف حالكم متابعين قناة مستر كريبتو؟ فيديو جديد على قناتنا، قناة مهتمة باخبار العملات الرقمية. بالفيديو اصدقائي راح اتكلم عن موعد اطلاق الشيبريوم حسب شيتوشي كوساما مؤسس عملة شيبا اينو. طبعا اليوم صرح واعلن عن الموعد الرسمي لاطلاق شيبريوم. بالفيديو اصدقائي راح اتكلم عن التغريدة واتكلم عن تحليل عملة شيبا اينو، راح اتكلم عن تحليل البيتكوين. اما باش فيديو اصدقائي بتمنى تضغط زر اللايك وتشترك بالقناة وتفعل الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. ولا تنسى تنضم لقناتنا على تليجرام، الرابط موجود اسفل الفيديو والرابط موجود في بناء القناة. خليكم معنا هالفيديو تعرفوا اخر اخبار سوق الكريبتو. اولا اصدقائي خلينا نتكلم عن بيتكوين. بالامس تكلمت بعد كسر الترند الصاعد، تكلمت عن انخفاض ومعاودة اختبار الترند الصاعد من مناطق 26500، وهذا اللي صار إلى حد الآن. عندي ملامسة لهذا الترند الصاعد، وممكن من هاي الفترة يصير عندي انخفاض لملامسة مناطق 25000 دولار بعد نجاح إعادة الاختبار. لكن إلى حد الآن ما في عندي أي كسر وإقفال داخل الكريدور المرسوم أمامكم. مجرد ما يتم الكسر والإقفال فنحن نرجع مرة تانية نتداول ما بين مناطق 26500 إلى مناطق 27500. لكن إذا فشلنا بالاختراق نحن نرجع نتداول أسفل مناطق 26500 ونتجه لمناطق 25000 دولار. شو بالنسبة لأصدقائي لموعد طرح شيباريوم؟ كما أعلن شيتوشي كوساما أن موعد إطلاق شيباريوم راح يكون في نهاية شهر يوليو وفي بداية شهر أغسطس، يعني نهاية شهر 7 وبداية شهر 8. بهاي الأيام راح يتم إطلاق شيباريوم، لكن حسب يوكوشي إنه راح يتم إطلاق شيباريوم في شهر يوليو اللي هو الشهر 7 بعد تقريبا شهر وخمسة أيام من الآن. لكن خلينا نتكلم عن شيتوشي كوساما مؤسس والمطور الرسمي لعملة شيبا اينو. قال في مطلع شهر أغسطس راح يتم طرح الشيباريوم، يعني بعد شهرين وخمسة أيام من الآن. شو بالنسبة لتحليل عملة شيبا اينو؟ خلينا نروح مع بعض ونشوف تحليل العملة. طبعا أصدقائي العملة لساتها عم تتداول عند مناطق الدعم اللي حددها بالفيديوهات الماضية. بهاي المناطق عندي مناطق ارتداد جيدة وممتازة جدا للاستثمار. إذا بدك تخزن من عملة شيبا اينو في الوقت الحالي بنصحك تخزن، لأن في لحظة إطلاق الشيباريوم راح يصير ارتفاع كبير بعملة شيبا اينو. يعني أقل حد ممكن العملة ترتفع بنسبة 20% لمناطق تقريبا 0.401. في حال الاختراق هاي المقاومة رح نتجه لكسر قمة على فريم 4 ساعات، وهو ارتفاع بنسبة 40% لحظة اطلاق الشيباريوم. يرجى الحذر، بعد اطلاق الشيباريوم ممكن ينتهي الفومو على العملة ويصير عندي انخفاض. يعني بعد بنوصل لمقاومة 0.412 يرجى الابتعاد عن تداول لونج في هاي العملة. أصدقائي نكون وصلنا هاي الفيديو، نتمنى الفيديو يكون نال إعجابك. لا تنسى تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس وتضغط اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. مع السلامة، دمتم بخير.